التيجاني في شريط له يقول: هذا الرب الذي يرضى أن أبا سفيان يموت على الإسلام وأبو طالب يموت على الكفر، ما نريد هذا الرب. أعوذ بالله. يقول ما نريد هذا الرب والعياذ بالله. هذا ليس من دين الإسلام في شيء. وين هذا؟ هذا على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله في حروبه، لا الله يهديه في آخر حياته فيكون مات على الإسلام وعلى الهداية. وأبو طالب لا، هالرب ما له رب، هذا أنا ما منش فيه الرب. ليس كما قلت أنت، أنا قلت أنت قلت لا نؤمن بهذا الرب الذي يرضى أن أبو سفيان يموت على الإيمان. نعم ما قلت هذا؟ نعم أعوذ بالله.